كبير للمنتخب المصري اليوم في سيتاسيون. الحمد لله على التأهل للنهائي وان كان مستحق. كما شفتوا المباراة لعبت على جزئيات صغيرة ونستقبلنا هدف في الدقيقة الأخيرة. الحمد لله عندنا شخصية بطل وقدرنا نرجع في النتيجة ولعبنا الدقيقة الأخيرة ونستحقين هذا الفوز. وان شاء الله مباراة نهائية نحضروا لها كما يلزم ان شاء الله. نلعب في الترجي باش تواجهوا التوانسة. بيان سير راح نواجه أصدقائي التوانسة اللي تما نعرفهم ويعرفونا مليح. راح تكون مباراة ديربي وما تكون سهلة علينا في زوج. راح نحضروا لها ان شاء الله ونكونوا في نهارنا باش نتأهلوا باش ناخذوا الكأس ان شاء الله. بعضكم انتم في الأوتيل حكيتوا فيه السيناريو هذا؟ والله قبل ما ندخلوا الأوتيل من الديبي هضرنا فيه وكان كان كان إحساس باللي راح نكونوا في نهار مع بعضنا. الحمد لله احنا جيران وخوة خوة وهذه غير مباراة كرة قدم. ان شاء الله الأحسن راه يفوز بالكأس. برمضان شكرا. برمضان قول له حضر روحك ان شاء الله.